ما حدث طبعا كان هناك إشكالية بين أحد الأفراد مع قسم الشرطة، أيضا ليس من المهنية أن نقول أقسام، هو قسم واحد مفرد، حادث واحد مفرد، حادثة شاذة مفردة يتم استهجانها وإدانتها والتعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة والحزم والضبط والرابط تجاه أي مخل بالأمن. وطبعا انتهت القضية يعني بعد يعني تحركت الحملة الأمنية ولا زالت أيضا مستمرة، وتعقب جميع الجنى في هذه القضية وغيرها. وبالنسبة لقضية المستشفى حدث رد فعل نتيجة يعني القضية تحت التحري، لا نريد أن نستبق ولا نريد أن نصدر أحكام، لكن حدثت ملابسات معينة وحدث رد فعل من زملاء الأفراد الذين استشهدوا، وهم يقولون الأفراد يقولون أنهم استشهدوا نتيجتهم الطبي، وكان بالإمكان إنقاذ أرواح هؤلاء الأبطال الأحرار الذي يدافع عن المدينة، وحدثت ردة فعل. لكن نحن طبعا لا نقر ولا نبرر، وسنضرب بيد من حديد وسنتابع ونلاحق كل المخلين كل المنفلتين. نحن نعتبر أي عمل في هذه المرحلة بالذات هو يخدم ميليشيا الحوثي بالدرجة الأولى، حيث الميليشيات تقوم بمواجهات مباشرة على امتداد جبهات المدينة، في نفس الوقت تتم مثل هذه الاستهدافات ومثل هذه الفوضى أو مثل هذه الحوادث